اللي بعد كده طبق الفول، خلينا نخلص منه عشان نروق للشركسيه، لان الشركسيه دي لازم تتغرب بشكل حلو قوي. الضيوف لما تعزموهم اول حاجه يقول لك هو انت عامله شركسيه النهارده؟ في بعض الاكلات لما نشوفها على السفره هي بتسمي نفسها، زي مثلا انواع السلطه التبوله، لازم الخس داير ما يدور على وشها برغل مش رز مصري. لغايه دلوقتي حاجه بشوفها بصراحه مؤسفه، يحط رز على التبوله، لا برغل ناعم كمان مش خشن على فكره. الحاجات دي تبقى دي على طول تبوله، عيش محمص مع بصلايه واخده دبس رمان وسماء تبقى فتوش، كبيبه واخده شكل الكبيبه تبقى كبيبه، هو ده. كذلك الشركسيه لازم لها طريقه في الغرف تقول ان هي شركسيه. انتوا ملاحظين حاجه هنا؟ النظافه في ايدي اول باول، اللي هي دي نظافه وانا شغال. نيجي لطبق الفول، مقاديره على الشاشه هون محترم كده زي الفل، وحطيت تحت منه قماشه عشان لو البيبي نايم، جوزك راجع من الشغل وراجل عايز يريح ساعتين قبل الفطار، حطي تحت منه فوطه كده جميله علشان ما يطلعش صوت مش تاذيه، ولا الراجل تخليه يندم انه جاي بدري قبل الفطار يريح ساعتين. بعمل لك فول يا حبيبي من بيروت، بما انك انت عايش في بيروت. هو ده الفول معانا وحمص، الاثنين مع بعض على النار، حلو قوي. حمص الشام مسلوق وفول مدمس بتاعنا اللطيف الحلو، ومعانا زيت زيتون، ومعانا نعناع اخضر وتوم وشويه ملح وشويه كمون على وش الطبق. حلو الكلام، ادي الكمون معانا زي الفل. تعالوا نعمل الطبق ده كده واحنا شغالين مع بعض، ولازم تعمليه النهارده على السحور. ونجيب طبق التقديم، اللهم صل على النبي. هذا معانا الهون، نحط في الهون ده شويه التوم، طبعا بيتحطوا في صوص توم سليمه، فانا ايه معايا النهارده المساعده بتاعتي ربنا يديها الصحه مقطعه لي التوم. هناخد النعناع الاخضر ده نفرمه بالسكينه شويه، لازم نعناع اخضر، ما نخترعش ونحط نعناع يابس، النعناع الناشف بتاع الشاي لازم اخضر. ومعاها فجل اخضر بقى، او فجل الاحمر ده ما اقولكيش. دورت عليه بصراحه ما لقيتوش، قال لي باشا في الشتاء بيجي، قلت له ما احنا لسه في الشتاء، قال لي لا يا باشا الصيف كل سنه. طيب نعناع الاخضر، فجل احمر، نحطه كده اهو زي الفل، ركزوا معايا في الحته دي قوي. ونحط عليهم كمان شويه زيت زيتون، كتر زيت الزيتون بقلب جامد، حط زيت زيتون، عوم زيت زيتون. وزيت زيتون ما يتحطش على النار زي ده، ونوعيه زيت زيتون حلوه، حلو الكلام. ونحط عليه شويه ملح، الله، وشويه كمون. هنسيب الشركسيه ونسيب البيتزا ونسيب كل حاجه وناكل الطبق ده. شيف المغازي كالعاده بيحب الحاجات الحلوه، يحط شويه فلفله حلوه بتدي طعم حلو قوي للفول، مش شطه، حلو، وبقلب ايد الهون وبندقهم جامد كده. اللهم صل على النبي. وتقول ايه يا واد؟ اسمع كلام ابوك ما تسمعش كلام امك. وقلت تاني تحط قماشه او فوطه او مناديل مطبخ تحت الهون عشان ما يطلعش صوت في قلب المطبخ. شايفين الزلزال بتاع الكاونتر بتاع المخرج خايف، واللي انت بتهز الكاونتر جامد ليه كده؟ لازم كل ده يتهرس مع بعضه. ملح، كمون، ما تحطش فلفل اسود، اسمعي كلامي اللي انا عملته ده بس، وزيت. لسه فاضل ايه يا عم الشيف؟ عصير الليمون. لا مش هحط ليمون، انا معايا الليمون ده معايا على طول، انا مش هحط ده، الليمون ده يتعصر طازه فريش على طول كده. الله، ونشيل البذر ده، ما ينفعش بعد ده كله نلاقي بذره تحت، استنى خلي بالك. واقول لك على طريقه حلوه وانت بتعصري الليمون عشان تنزلي الميه فيه كل اضغط على السكينه دي كده. كمان واحد، اللهم صل على الله عليك، الله عليك، يعني نحط الفص الليمون على ظهر السكينه مش على السن بتاعها عشان ما تعوريش ايدك، انت بتخش المطبخ يا فاروق اكيد. حلو، ونقلب الخلطه دي كده وتسلم ايدك يا مغازي لغايه كده. ونيجي للفول والحمص، ادي الفول بتاعنا، ننزل عليه بالحمص بالشكل ده كده، وبايد الهون اللي كنا شغالين بيها من شويه، هرسه كده، اللي هو بنعرفهم على بعض. حمص الشام بروتين نباتي قوي جدا، فول بتاعنا بروتين نباتي قوي جدا، الاثنين بتوعنا يعني اهوت، الاثنين بيختلطوا مع بعض. بشويه الميه بتوع الفول دول مهمين جدا، بشويه الميه بتوع الحمص دول مطلوبين. هشيل من على البوتاجاز عشان ما يحصلش حاجه، خلينا نكمل الشهر. الهرسه دي ضروري، خلي بالك مش بشوكه،
مش بشوكه، بايد الهون، علشان حبيت الحمص تطلع البروتين اللي جواها واللحوم اللي جواها، وحبيت الفول نفس القصه. اهو الله الله، ايه يا شيل؟ الله اود عليك، الله عليك. انت هتعمل الفول ده النهارده؟ ايوه. التفاصيل ان انا خدت شويه معلقه من الخلطه اللي انا عملتها بزيت الزيتون مع الليمون، ضربتها في قلب الفول، ولازم التوم ني. التفاصيل هنا لازم توم ني. الطبق ده لو رحت على بيروت صدقيني والله العظيم هتاكليه بنفس الطعم، مش بنفس الطعم ده، احنا الطبق هيبقى هنا احلى، خلي بالك، لانك انت بتاكليه على مصر ام الدنيا. مع تحيه كبيره قوي لاخواننا في بيروت، وربنا يا رب يساعدهم ويقويهم.